كيف معاملة صاحب رب العمل العمال لعمال مصنعه، يتعامل معهم بالتي هي أحسن. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم، أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. وهذا الخلق الكريم في التعامل مع العمال.